هذا الماتش هذا كنت نتمنى انني مثلا نزيد مع الفارق، ولكن في وضعية احسن. انا ماشي مشيت من الفرقه اللي حقيتش انا اللي بغيت ولا شي حاجه، فهو انا الا مشيت من الفرقه غادي تكون استفدت مني، يعني خليت لها شي حاجه استفدت مني ماشي اكثر من انني نبقى معاها. لا حقيتش الظروف الصراحه ولا صعيبه، الناس تقاتل، الناس ديال المكتب تيتقاتلوا تيحاولوا يوفروا لنا جميع الظروف، ولكن كيف تنقولوا اخويا عبد الوارث يد وحده ما تتصفقش يد وحده. لهذا جات في هذه الظروف هذه انها غادي تستفد مني الفريق، وجاوا عاقوا عليا الاوفر ديالهم، فانا ما انني تنقول غتستفد مني الفريق اكثر انني الا مشيت ويجيبوا دراري اللي هما تنتمنى ان شاء الله يقدروا يعاونوا الفرقه ويحيدوها من هذه المرتبه اللي هي فيها لحقاش تستحق حق اسم الوطني الاول. واش ممكن تقول الجمهور كلمه؟ تنشكروا بزاف 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 لا الجمهور اللي تينتقدنا ولا الجمهور اللي تيشجعنا، فهو تيبقى جمهور حنا تنحترموه. وانا يا راه ولد المدينه وتنبغي هذه الفرقه هذه، ونمشي فين ما مشيت ولا شي حاجه، وباقي ان شاء الله تتاح لي الفرصه انني نعاود نمثل المدينه ونمثل التوني ديالي، فانا غادي نبقى نتقاتل عليه لاخر دقيقه. وتنشكروا بزاف تنشكروا بزاف تنشكروا بزاف تنشكروا بزاف.